لن تسقط بغداد بالبساطة التي يتوقعها الأمريكان والتي تروج لها بعض المحطات الأمريكية في المعركة من بيت لبيت ومن شارع لشارع. وستذكر الأمريكان وبلا شك بخسارتهم في فيتنام. ناهد جلال، بغداد. أيوة ناهد، أنا عاوزك تهدي شوية كده وتخفي من حماسك ده. اللي أنا متأكدة منه إن الأمريكان مش هيقدروا يدخلوا حرب عصابات. بغداد مش هتسقط. أمال مين اللي هيدافع عن بغداد؟ العراقيين والعرب. العراقيين؟ الله يكون في عونهم. هما هيلاقوها منين ولا منين؟ عموما ده مش وقت نقاش دلوقتي خالص. بقول لك إيه، أنا عاوزك تاخدي بالك من نفسك، فاهمة؟ وطمنيني عليكي. وكل خبر تبعتهولي تكوني متأكدة منه 100%.